جهاز طبي من صنع مغربي بحت اللي قمنا بالتجربه ديالو على مجموعه ديال المرضى. هذا الجهاز الطبي الهدف ديالو الاساسي هو اعانه الناس اللي ما تيشوفوش مزيان باش في الحياه اليوميه ديالهم، لانه للاسف بعض الحالات الطب ما تيحلش المشاكل كامله، تنوصلوا لواحد المآل انه العين ما تبقاش خدامه وما كاين حتى شي وسيله طبيه باش نرجعوا الشوفان لهاد المرضى هادو. الو هاد المرضى هادو الحقيقه تنبقاو دائما في واحد الباب مشدود معهم، لهذا لانه ما كانش عندنا شي وسائل اللي نعاونوهم في الحياه اليوميه ديالهم. لهذا الجهاز هذا الطبي حقيقه تحل واحد المجال واحد الباب لهاد المرضى هادو انه يعاونوهم في الحياه اليوميه ديالهم، في التنقل ديالهم، في انهم يستطيعوا انهم يقراوا يعني وثائق، وهذا شيء هائل الحقيقه. الجهاز داز بزاف ديال المراحل، يعني صوبنا الجهاز خدم مزيان، جبناه بريزونطيناه للرئيس المصلحه ديال طب العيون، خدينا لو اوكي ديالو، موراها حطينا لو دوسي في لو كوميتي ديتيك، حيت باش نديروا هذه التجربه العلميه خصنا ولا بدا نحطوا في الدوسي في لو كوميتي ديتيك ديال لا فاكولتي ديال الميديسين دو فاس. خدينا الحمد لله لو اوكي ديال لو كوميتي ديتيك، وبدينا تنديروا لي تيست على فئه كبيره ديال المكفوفين وديال ضعاف البصر. الحمد لله الناس اللي فقدوا البصر ديالهم كان عندهم واحد الغوتور تري تري بوزيتيف، يعني انهم بغاو هذا الجهاز هادو، بغاو يوليو يرجعوا يقراو ويرجعوا يعرفوا لونطوراج ديالهم، يعرفوا الناس اللي حداهم. دونك الجهاز فيه بزاف ديال لي كابتور، فيه دي كاميرا وليي ا اون تيليكوموند، هاد تيليكوموند فيها واحد لاكارت الكترونيك، هاد لاكارت الكترونيك هي اللي كيكون فيها كلشي. دونك بوغ لا ديتيكسيون ديال لي زوبستاكل، كيف ما قلت لكم كيف ما شفتوا في لي تيست، كيشوف لي زوبستاكل او بو ديال 60 سنتيمتر ولا قل من 60 سنتيمتر ولا اكثر من 60 سنتيمتر، هذا في ا ترافير دي كابتور دي الغوريثم بيان سور. بوغ لا ليكتور ا ترافير اون كاميرا، يمكن له الواحد غير يحط لو دوكيومون يبوانتي في الجبهه ديالو ويزيدو لقدام شي شويه، ابوي sur le bouton و غيقرا له، غيدير لو سكان ديال هذاك و غيدير لا سيغمونطاسيون اوتوماتيكمون، يعني الدوكيمون الا كان بالعربيه غيقراه بالعربيه، كان بالفرنسيه يقراه بالفرنسيه، كان بالانجليزيه يقراه بالانجليزيه. بالنسبه لا ديتيكسيون ديال لي فيزاج، تي اكتيفي لوبسيون، اي فيزاج كان حداه كيعرفو كيقول له واش راه عندك في الجهاز ديالك مسجل ولا لا، وتيعطي لا بوسيبيليتي انه يسجلو. دونك تيقول له سجلو، تيعطيه واحد ليتيكيت اللي هي صوتيه كيف ما بغى يسميه، ولا بروشين فوا كيعرفوا عاوتاني ملي تيجي حدا هذاك السيد كيعرفوا او بو دو 5 متر، يعني قبل ما يوصل عندك السيد كتعرف ان السيد راه جاي عندك. من بعد ما قبضت الجهاز ودرت المرحله الاولى فيه والمرحله الثانيه، ودابا المرحله الثانيه اللي كنتواجد فيها دابا حاليا، الجد ممتاز، كيساعدك، كيعطيك لي زوبستاكل اللي كتواجد على مسافه ديال 60 سنتيمتر او 80 او اقل، كيساعدك في القراءه اللي كان عنده شغف ديال القراءه بحال هذا تيكون عنده، وكان عندنا هذا النقص هذا حاليا لا موجود والحمد لله على هذا الفضل كله كيرجع لهذ الاطر اللي قاموا بهذا الجهاز هذا. والمرحلة التالية اللي تيعطيك هو أن الوجوه كيعرفها كيقراها لك، وإذا بغيتي تسميه مرة أخرى إلى تصل هذا على بعد 5 الأمتار، أو هذا تيقول لك راه كيتواجد فلان أو فلان على حسب الاسم اللي عطيتي الجهاز. وراه الجهاز ممتاز جدا، والنداء اللي بغيت ندير للناس لهذو المجتمع المدني ككل، يتصلوا بهاد الناس هادو ويساعدونا كمكفوفين أو فاقدين للبصر، لان ربما ما فيش في المتناول ديال كل شيء، ضروري مكفوف هو حالته هي هذه. المرحله الاولى كتهز الجهاز ديالك، كدير الباتري ديالك في الحزام، كتشدو كدير الكاسك ديالك في الراس ديالك، وكتخبع الكابل تحت الملابس اللي هي كتواجد الان، هذا كنخبعو تحت هذا وكنشعلو ها البطونات ديالو اللي هذا انا باش كنشعلوه، هذا ديال اللي كيعطيك هادو لي زوبستاكل، هادي الثانية تيعطيك إلا بغيتي تقرا هذا الوثائق بأي لغة، الفرنسية الإنجليزية بالعربية، وهادي البوطونة الثالثة هي اللي كدير لك الوجه، وإلا كان وجه جديد تعطيك هو وجه جديد لا يوجد عندك في داخل هذا التسمية. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.